اهلا بيكم، مساء الخير من لايف جديد من الجول اليومي. معاكم نناقش فيه اهم القضايا، اهم القرارات الجديده على الساحه الكرويه. النهارده هيكون معاكم رامي جمال واسلام احمد، او معروف يعني اسلام كولومبيا. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا رامي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. هنتكلم معاكم احنا النهارده عن دوري ابطال اوروبا واللي حصل النهارده في الجوله الثالثه من دور المجموعات، وبعد اللايف بتاعنا هيكون ان شاء الله في لايف تاني لزميلنا امير عبد الحليم يتكلم فيه معاكم عن تقديم الدوري لما بعد امم افريقيا. فنستارت الاول مع اسلام النتائج، وبعدين نرجع نتكلم عن الماتشات بشكل ادق. قول لنا النتائج النهارده يا اسلام. يمكن النهارده كان في مباراتين اتلعبوا الساعه 7. اتلتيكو مدريد فاز على باير ليفركوزن بهدف نظيف. شختار دونيسك اتعادل مع دينامو زغرب الكرواتي 2-2. يمكن في نفس مجموعه شختار مانشستر سيتي نجح ان هو يفوز بنتيجه 5-1 على اتلانتا الايطالي. على الناحيه الثانيه يوفنتوس فاز بالعافيه على لوكوموتيف موسكو بنتيجه 2-1 بثنائيه باولو ديبالا. في مجموعه بايرن ميونخ وتوتنهام، توتنهام قدر ان هو يعوض سلسله النتائج السلبيه اللي حققها في الفتره اللي فاتت وفاز بنتيجه 5-0. على الناحيه الثانيه بايرن ميونخ قدر ان هو يفوز بنتيجه 3-2 خارج ارضه على اولمبياكوس اليوناني. في مجموعه ريال مدريد، ريال مدريد فاز في تركيا 1-0، وباريس سان جيرمان عن طريق البديل الذهبي وافضل لاعب شاب في العالم في الوقت الحالي كيليان امبابي انه يفوز بنتيجه 5-0. قول لي يا اسلام بقى، يعني مستنيين ارائكم وتعليقاتكم، ايه الماتشات اللي شفتوها مشيت ازاي، توقعاتكم؟ ممكن ناس اهل عارف ان احنا لسه في نص المشوار بس بدا يبان الملامح، فهنتكلم بشكل ادق دلوقتي عن ماتش يوفنتوس وعن ماتش ريال مدريد وجالاتا سراي. فاسلام، شفت الاول نبدا بيوفنتوس، شفت ماتش يوفنتوس ازاي؟ خاصة انه كان متأخر جدا في النتيجة 1-0 ودفاع مستميت من لوكوموتيف موسكو، فجأة ديبالا من لا شيء بيجيب جولين بيخطف فوز صعب جدا يوفنتوس. بص، يعني خلينا نتكلم ان موريسيو ساري لسه مش قادر يوصل للتوليفة الحقيقية او الرسمية ليوفنتوس عشان يقدر يظهر بيها بشكل كويس. الفريق هو بيعرف يصنع فرص، الفريق بيقدر يوصل لمرمى الخصم بأسهل طريقة ممكنة، لكن قدام فريق متكتل دفاعيا زي لوكوموتيف موسكو الفريق او يوفنتوس كان بيعاني. يوفنتوس الحالة الوحيدة اللي خلته يظهر بشكل كويس جدا في الدقايق الأخيرة إن باولو ديبالا رجع يلعب في مركز صانع الألعاب أو الرقم 10 تحت المهاجمين. جونزالو هيجواين نزوله في الشوط الثاني مع بدايته إدى لديبالا فرصة إن هو يظهر بشكل كويس، إن هو يبدأ يحاول يفتح مساحات. كل ده ما بدأش يظهر إلا مع نزول الريتم الدفاعي لوكوموتيف موسكو في الدقايق الأخيرة وعليه، فديبالا قدر ان هو يسجل هدفين. يعني ديبالا لما بتحطه في مركزه الطبيعي بيقدر ان هو يسجل اهداف وبيقدر ان هو يصنع ويغير شكل المباراه. طيب انا عايز اسالك على حاجه بشكل شخصي، لانك متابع للدوري الايطالي اكتر مني شويه، ان تغيير مركز رونالدو مقابل ان هيجوين بيبقى هو المهاجم الاساسي، هيجوين استغل ده وبيتالق كويس جدا مع يونس لحد دلوقتي في الموسم، ده اثر على رونالدو؟ يعني حصلت اهداف رونالدو مش زي السنه اللي فاتت، مش نفس التالق، هل ده ممكن مع مرور الوقت يضايق رونالدو فيحصل مشكله بينه وبين ساري مثلا؟ مش مشكله ما بينه وبين ساري، هو رونالدو قبل ما ساري يجي كان بيقول ان انا ما عنديش مشكله مع وجود موريسيو ساري. رونالدو ما فيش مشكله ان هو يقدر يلعب في مركز الجناح الايسر او في مركز المهاجم. النهارده احنا شفنا رونالدو جات له فرصتين في الشوط الاول اهدرهم، في الشوط الثاني ما ظهرش بشكل كويس خصوصا مع التكتل الدفاعي من لوكوموتيف موسكو. ساري بيحاول ان هو يشوف الطريقه الافضل علشان يظهر كريستيانو رونالدو، لكن ده قصدي يعني معلش اقاطعك، بس السنه اللي فاتت كان أليجري بيعتمد ان رونالدو موجود جوه منطقه الجزاء فهو قريب جدا جوه مرمى الخصم، يعني بيخلص كل حاجه بسهوله، بيفنش اي حاجه حتى لو الكره مرتده من تصدي من بلوك من الدفاع، فاهدافه بتفضل عاليه. انما دلوقتي لا، هو اهدافه بالنسبه مش العاليه، بس عادي احنا متعودين من رونالدو في اخر كام سنه حتى مع ريال مدريد نص الأم الموسم بيبقى عادي وفجأة من النص التاني بينفجر، لكن أنا قصدي هل ده بيقلل القوة الهجومية ليوفنتوس مثلا؟ مش بيقلل القوة الهجومية ليوفنتوس، أنت زي ما قلت رونالدو بيجي عليه أوقات بيبقى مستواه أو الريتم بتاعه قليل جدا ومرة واحدة بينفجر في الدور التاني خصوصا، وهو رونالدو بيعرف يعمل الحاجات دي كويس جدا وبيعرف يحقق دوافع لنفسه. في الفترة الحالية هو هيجوين موجود مع رونالدو، ورونالدو ممكن نقول إن هو مش معتاد على إنه يلعب جنب مهاجم تاني في السنين الاخيره، وكان دايما بيبقى هو المهاجم رقم واحد، وبنزيما كان في ريال مدريد بيديله المساحات دي كلها، ومانزوكيتش كان بيلعب جناح في حين ان كان مركزه اصلا مهاجم صريح بالزبط. فتخيل انت بتحاول دايما تأيف الخطه على كريستيانو رونالدو، لكن دلوقتي في الوقت الحالي ساري بيحاول يوصل لافضل شكل ممكن. الشكل دوت هو بعد ما كان بيلعب 4-3-3 في بدايه الموسم وان هو بيعتمد على رونالدو كمهاجم صريح، لا دلوقتي انا عندي الفرصه ان انا اعتمد على رونالدو وهيجوين، او ان انا اخلي رونالدو ممكن يلعب جناح ايسر، لا ممكن اخلي رونالدو يلعب مهاجم. رونالدو بيسجل وسجل في ماتش بولونيا
اللي فات والنهارده كان قريب ان هو يسجل لولا الفرصه اللي هو ضيعها في الشوط الاولاني في الدقيقه 20 الجون كان فاضي حط الكره في السما. لكن هو رونالدو محتاج بس فرصه او اتنين يقدر يسجل منهم ومع الوقت متهيألي مفيش مشكله رونالدو ان هو كده كده مفيش اي حد هيقدر يتكلم عليه ولا يقول اي حاجه طبعا. طيب خلينا نقرا شويه كومنتات يا اسلام الاول وبعدين الناس تقول صوتنا واطي شويه فممكن نعلي صوتنا بس عشانهم يعني. حاضر. وفي اول حاجه في ميدو الجوهري بيقول ايه رايك في اداء زيدان؟ انا بص كل الناس هنتكلم دلوقتي عن ريال مدريد. زيدان بالنسبه لي النهارده اسلام ريال مدريد محير بيبدا الماتش كويس جدا بيهاجم يعني خلى جلطة سراي يعمل تكتل دفاعي لكن في الاخر جون واحد بعد كده اختفاء تام. الفرص بيخلق فرص وبيستغل ضعف قلب الدفاع خاصة في جلطة سراي لكن الفينش عند ريال مدريد سيء جدا جدا كان ممكن نتيجة لازم تزيد النهاردة عشان فرق الاهداف او عشان حتى اوصل ان انا اخد ثقة في نفسي بعد فترة من النتائج السيئة يعني وفقدان صدارة الليجا الاسبوع اللي فات. ريال مدريد الناحيه الثانيه كان ممكن تحس احنا حتى من فرقه مش كان ريال مدريد ممكن في وقت ما يستقبل جول من كره مرتده حتى مش مقصوده. كورتوا النهارده على غير العاده كان في الوقت والمكان المناسب انقذ ريال مدريد في اول الشوط الاول من فرصتين كان ممكن واحده منهم تيجي جول ويبقى الماتش متعقد بدون لازمه يعني. بس ريال مدريد عنده مشاكل كتير كتير خاصه في الشق من اول وسط الملعب الدفاعي لحد الدفاع. انا حاسس ان الموضوع فيه ازمه هنا في الموضوع ده. زيدان لسه بيدور على شكل برضو زي ساري ناحية تانية بس مفترض ان زيدان عارف الفرقة عارف اللعيبة هو اللي عمل سوق الانتقالات الصيف اللي فات فده بالنسبة لي محير. انت شفت ده ازاي؟ طيب بص انا بالنسبة لي يمكن ريال مدريد بيحاول دايما ان هو يعني مع زيدان خصوصا في الفترة الحالية انه يقدم شيء جديد هو مش عارف يقدم ده. هو لسه زيدان محصور في نفس الخيارات القديمة اللي كانت معاه وحققت الثلاثية الأوروبية التاريخية لكن هو مش قادر يحقق التوليفه ديت مش قادر يحقق افضل اداء فني ليه مع ريال مدريد. هو مش قادر يوصل للتشكيل المثالي للفريق في الوقت الحالي مش قادر يحدد مين الاسماء اللي ممكن يعتمد عليها بشكل تام في كل مباراه. كل مباراه بيخش بتشكيل مختلف في الشكل الهجومي مفيش شكل ثابت. الاصابات مع الغيابات اللي بيعاني منها ريال مدريد سواء من تراكم البطاقات او حتى لبعض المشاكل الفنيه دايما تخيل زيدان ان في عنده مشكله هو مش قادر يوصل للشكل اللي يخليه يبدا بمبارياته ويبدا بتسلسل قوي ويبدا نشوف مثلا مكسب بيجر مكسب زي ما بيقولوا. ريال مدريد مشكلته في حته خط النص. انت بتشوف مثلا توني كروس بتشوف مثلا لوكا مودريتش انت بتحس ان هم شبه منتهيين او خلاص اكتفوا باللي عملوه قبل كده. حتى مثلا كاسيميرو ما بقاش نفس كاسيميرو اللي هو كان من سنتين بيكسر الدنيا. فاران وكروس ومودريتش تحديدا الثلاثه عملوا كل حاجه في الكوره تقريبا يعني هو تحس ان هو خلاص تشبعوا من الكوره مش قادر ان هو ما عندوش حاجه جديده او دوافع جديده يقدر يحققها. فبالتالي هي دي المشكله الفنيه اللي موجوده عند ريال مدريد. حتى اللعيبه الجديده اللي موجوده زي هازارد او زي اي اسم تاني موجود لوكا يوفيتش مش قادرين ان هم يحققوا حاجه. حتى خيمس رودريجيز بينزل مثلا بديل في مباراه النهارده مع انه كان ممكن يشارك كاساسي لكن انت مثلا عندك مشاكل كتير في ريال مدريد ومش موجود ليها حل تقدر يعني يظهر مره واحده. تمام. خليني كمان في علي بيقول هل توتنهام صح من نتائجه السلبيه تفتكر؟ طبيعي يعني انت بتلعب النجم الاحمر فريق مش بنفس القوه او اللي نقدر نقول عليه ان هو توتنهام اللي بقى عامل له مشكله. هو توتنهام كان محتاج فوز زي ده فوز معنوي يقدر يتخرجوا من المشاكل الفنيه والنتائج السلبيه اللي مر بيها الفتره اللي فاتت. اكيد لما هاري كين يسجل لما سوني يسجل كل ده بيزود من قدراتهم من العامل النفسي والمعنوي ليهم عشان نشوفهم بينافسوا مره تانية على الاقل قدام الفرق الكبيره. ما ننساش انهم عندهم ماتش مباراه قويه الاسبوع اللي جاي قدام ليفربول ودي هتكون مباراه مهمه جدا ليهم جدا. كوتينو مستقبلهم اعتقد بعد ما كان على المحك نتيجه النهارده هد الدنيا من عليه شويه. لا اكيد موضوع الاقاله مش الاقاله ما اعتقدش انه ممكن يبقى الاقاله متهيألي مش دلوقتي يعني. الراجل بقاله 5 سنين كل سنه في نسق تصاعدي بشكل كبير. كوتينو نهائي دوري ابطال السنه اللي فاتت هو اكتر حاجه ممكن يلام عليها اللي هو الدوري بتاع ليستر يعني دوري ليستر ده اي حد كان بيلام عليه انه ما خدوش يعني بما فيهم ارسنال نفسه يعني. بس اعتقد كوتينو لا مكمل شويه حتى لو النتائج لسه هتهتز شويه كمان. علي برضو بيسال بيقول طيب نتائج باريس الكاسحه دي تقدر تحقق دوري ابطال؟ انت ايه رايك؟ انا بشوف دوري باريس دايما بيبدا دور المجموعات بشكل كويس عكس السنه بس اللي فاتت بس بيعمل نتائج كويسه جدا يجي في دور 16 او ربع النهائي وتبدا العقده. ايه هل شايف ان السنه دي باريس ممكن يعدي ده؟ بص نفس اللي انت بتقوله هو بيتكرر كل سنه مثلا بقالنا 5 سنين مفيش اي جديد فيه.
لكن انت لما تيجي تبص مثلا لباريس سان جيرمان السنه دي خصوصا مع سوق الانتقالات اللي اتعملت ما جابش نجوم كبيره، بيجيب لعيبه عايزه تحقق ذاتها. جاب هيريرا عوض بيه رحيمه السنه اللي فاتت، جاب ادريسا جايا، جاب مورو ايكاردي، هو بيجيب اللعيبه اللي تقدر اللي هي نفسها تحقق حاجه، هي ما عندهاش بطولات كبيره لكن عايزه تعمل شيء لنفسها ويعمل شيء لباريس سان جيرمان، وهي دي الفرصه الوحيده ليهم. ومشى اريولا وجاب نافاس لاعب خبره من ريال مدريد وعارف قيمه البطوله. تمام، فانت بتتكلم على فريق زي باريس سان جيرمان، هو لا عنده دلوقتي مشكله الدوري الفرنسي او البطولات الفرنسيه عموما المحليه، هو ما عندوش فيها اي مشكله، هو مشكلته الوحيده هي دوري ابطال اوروبا ونفسه يوصل فيها لابعد مكان. ايه المكان او ايه المرحله اللي ممكن يوصل لها؟ هو ده اللي هيتحدد من دور ال 16. هو باريس سان جيرمان ممكن نقول ان هو فريق مش محظوظ في قرعه دور ال 16 ودور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، دايما بيلاعب فريق هو مرشح اول للفوز على اللقب. بيلعب مانشستر يونايتد، يعني مانشستر مش في احسن احواله، كسبان 2-0 في اولد ترافورد خلاص، وبوجبا غايب عن ماتش العوده، وسولشاير اول مره يمسك فريق كبير في حياته وبرده خسر. طب انت بص، انت بتشجع مانشستر يونايتد وانت عارف كده كويس، هو باريس سان جيرمان بيجي عليه وقت وهو ممكن يكون الثقه الزياده ديت هي اللي بتخسره المباريات. ما هو كان كسبان برشلونه 4-0 في السنه اللي قبل اللي فاتت وخسر بنتيجه 6-1 في ريمونتادا التاريخيه. فهو بص، انت ذات نفسك جربت الشعور ده السنه اللي فاتت. هو باريس سان جيرمان فريق مش مضمون في الادوار الاقصائيه، هو فريق قادر ان هو يلعب يعني في دور المجموعات او في البطولات المحليه، عارف دوري الابطال نجم كبير مش بيتاثر بالضغوط، مثلا عنده كافاني، عنده مبابي بطل العالم يعني وفي سن صغير في 20 سنه، عنده بعد كده تياجو سيلفا مع البرازيل، عنده ماركينيوس، عنده عارف. انا دايما بشوف باريس سان جيرمان لغز يعني، ما اعرفش بيحصل لعنه كده، بحسهم في لعنه وبيجوا في اخر ثانيه وبينهاروا. انا تهالي لو الدقيقه 90 وهم كسبانين 3-0 ممكن جدا يخسروا 4 عادي، مش اي مشكله. تمام، فيعني سان جيرمان بالنسبه لي والله لغز يعني، اتمنى ان هم يعملوا حاجه يعني مقابل الفرقه اللي عماله كل شويه بتتغير عشان الحلم الكبير، لكن مفيش حاجه. في احمد رمضان بيقول انا شايف ان فرق الدوري الانجليزي اكتر استقرار والاقرب لتحقيق اللقب. طيب مين تفتكر مين؟ انت فرق الدوري الانجليزي غير مانشستر سيتي او ليفربول الاقرب لتحقيق اللقب؟ لا، ما هو انت لما تتكلم مثلا على توتنهام، لا صعب جدا توتنهام على المستوى الحالي، صعب يكرر اللي عمله السنه اللي فاتت. تشيلسي فهو في ضوء ان هو لو تاهل لدور ال 16 فدي هتبقى فرصه انجاز لفرانك لامبارد مع مفيش انتقالات واللعيبه الشباب اللي موجوده. هم السيتي، هو سيتي وليفربول مفيش حد. ليفربول لو ترشح حد يكمل في دوري ابطال اكتر، لو ارشح حد هو بالنسبه لي اعتقد ان هو ليفربول خلاص بقى عنده الخبره اكتر. مانشستر سيتي عارف عامل برضه زي باريس سان جيرمان، مش محظوظ في دور في الادوار الاقصائيه، ممكن يخرج مره من توتنهام، خرج مره من ليفربول، خرج مره من موناكو، هو مش محظوظ في الادوار الاقصائيه. لكن هو ده الموسم الحالي، هو بقى ده الموسم اللي خلاص انت رابع موسم مع يورجن كلوب، انت خلاص عارف دوري الابطال وايه المشاكل اللي كانت بتحصل لك وعملت التدعيمات اللي انت كنت عايزها في الصيف، فهل هتعرف توصل لابعد نقطه او على الاقل توصل للنهائي؟ هي ديت النقطه الوحيده اللي جوارديولا ناقصاها مع مانشستر سيتي. يونس فرج بيقول توتنهام فريق ما دعمش نفسه كويس ولا عشان ينافس على الدوري الانجليزي ولا دوري الابطال، بيتفق معاك. في علي بيسالك بيقول لك توقعاتك بكره الماتش برشلونه. توقعاتي بكره الماتش برشلونه، هتبقى مباراه سهله لبرشلونه، يعني لما نيجي نتكلم على مباراه سلافيا بروك فسهل جدا ان برشلونه هو يفوز عليهم بره الارض. بره الارض حتى لو 1-0 فانت فزت ورجعت بثلاث نقط، تسهل عليك مهمه الصعود في الدور 16. يعني دورتموند 4 نقط، برشلونه 4 نقط، فرق جول واحد لدورتموند، وانتر نقطه، وبعد كده سلافيا بروك نقطه. فاعتقد انه هتلعب سلافيا بروك كمان رايح جاي، لو قدرت تاخد 6 نقط ضمنت بشكل كبير خلاص التأهل، ويبقى بشكل كبير بقى بتلعب انت على الصدارة. هي المباراة الأهم تقريبا في يعني، وبنحاول بس ننهي كلامنا، هي المباراة الأهم بكرة هتكون ما بين انتر وما بين بروسيا دورتموند، فعلا الاثنين بينافسوا على بطاقة التأهل الثانية مع برشلونة. بروسيا دورتموند تعادل أول مباراتين وانتر تعادل مباراة، فهي ديت الفرصة الحقيقية، مباراتين الذهاب والعودة بداية من بكرة، هما دولت اللي هيفصلوا مين اللي يقدر يتأهل ويوصل لدور ال 16 مع برشلونة. شريف الحريري يقول لك اللقب السنة دي اليوفنتوس. ماشي، هنرجع لآخر الموسم هنشوف يعني، نرجع في شهر 5 أو 6 نرجع نشوف اللقب ده هيبقى اليوفنتوس ولا مين يعني ولا مين. ايه طيب سؤال أخير قبل ما نختم مع الجمهور، يعني ايه أزمة يوفنتوس بأنك برضو متابع للدوري الإيطالي؟ بص، هو يوفنتوس ما عندوش ازمه، هو يوفنتوس عنده مشكلته في الوقت الحالي، هو ما عندوش ازمه في الفريق او في التشكيل، لكن في دوري ابطال عارف عامل زي العقده، هو انت بتوصل للنهائي ما بتقدرش تكسب، بتوصل للمراحل النهائيه بتفاصيل صغيره هي اللي بتخسرك، ممكن تكون فعلا حاجز نفسي
مع حتى مع تغير الاجيال وتغير اللعيبه، لا هي حاجز نفسي ان الفريق بيوصل للمرحله النهائيه ما بيكسبش، او الفريق بيوصل لنص النهائي ما يقدرش ان هو يقلب تاخره مثلا. نفس الفكره زي ما قلت لك مع باريس سان جيرمان او مع مانشستر سيتي، الفريق بيوصل لمرحله معينه وبيقف عندها. هو يوفنتوس محتاج بس يفوز باللقب، فاز باللقب مره اعتقد ان هو هيبقى فريق منافس وممكن نشوفه يفوز باللقب مره واثنين وثلاثه، خصوصا مع ان فيه جيل قوي وتاريخي جدا ليوفنتوس في الوقت الحالي. نشوف بقى، وبكره نرجع معاهم بعد الماتش. اخر سؤال بقى قبل ما بيقول لك ماتش بروسيا دورتموند وانتر، تتوقع كام كام؟ اتوقع فوز بكره. اتوقع فوز انتر 2-1. 2-1 اخر كلام ان شاء الله. شكرا ليكم، وشكرا لكم على وقتكم وعلى تفاعلكم معنا، واستنوا امير عبد الحليم زميلنا كمان شويه هيطلع معاكم في لايف يتكلم معاكم عن الدوري وقرار تاجيل الدوري من بعد كاس امم افريقيا والمؤهلات الاولمبياد طوكيو. وبكره ان شاء الله هنكون معاكم في لايف جديد عن دوري الابطال. شكرا لكم. شكرا.